أنهى اليوم الطالب ماجد تلجأ أولى خطواته في طريق علم هندسة الإلكترون بعد تسجيله في مركز التكنولوجيا والعلوم الذي افتتحته مؤسسة سبيلي في الغوطة الشرقية أوائل العام 2016، حيث يختص المركز بالتدريب في مجالات مختلفة أبرزها الإلكترون والعلوم والفيزياء والكيمياء والبرمجة، ويتلقى طلابه الدروس ضمن معسكرات يخضعون فيها لبرامج تدريبية خاصة رغم الظروف القاسية. أنا اسمي ماجد تلجي، دخلت بمؤسسة سبيلي بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي احنا نمر فيها والحروب، ودخلت باختصاص الإلكترون والكيمياء وأساسيات الحاسب وبرمجته، واخذت هاي الشهادة، وإن شاء الله تعالى بدي اشتغل بهاي المجالات وفيد أهلي وفيد المجتمع تبعي. المؤسسة قامت بتكريم طلاب معسكر اليافعين الصيفي والبالغ عددهم 26 طالبا بثلاث اختصاصات توزع الطلاب عليها حسب رغبتهم، كما تم تكريم المعلمين تقديرا لعملهم. استقبل مركز سبيلي للتدريب والدراسات 26 طالب في المعسكر اليافعين الصيفي، وكان من بينهم الطالب ماجد راتب تلجي المتفوق طبعا في كافة المواد خلال المعسكر. طبعا يمكن أن يكون هذا الطالب سفيرا لمركز سبيلي ومعينا لأهله أيضا من خلال استمراره في التعلم، ونتمنى له التوفيق. القائمون على المؤسسة أكدوا أن جميع الخبرات التي تخرجت من هذه الدورات ستكون اللبنات الأولى لبناء مجتمع متكامل مليئا بالخبرات. من هذا المعسكر الصغير تخرج 26 طالب بعدما خضعوا لمعسكر اليافعين الصيفي، تعلموا من خلال هذا المركز خبرات كثيرة في عدة مجالات في ظل الحصار الخانق الذي تمر به الغوطة. لأورينت نيوز هادي المنجد، ريف دمشق.